السؤال الأول، هناك شبهة في أذهان البعض قد تجعله يترك أو يؤخر الاستعداد للحج، وهي أن زيارة الإمام الحسين عليه السلام تعدل الحج والعمرة. وأنا أزور الإمام الحسين عليه السلام كما يدعي أو يقول. خوب زور الإمام سلام الله عليه. بلا إذا صلي الظهر تسقط عنك العصر، خب ما لها معنى. من تصلي صلاة مستحبة تسقط عنك الواجبة، خب لا ماكو شيء. زور وحج أيضا. هناك حج الفقراء أيضا صلاة الجمعة، يعني إذا صليت صلاة الجمعة يسقط عنك الحج، ماكو شيء. كل عبادة مستقلة، ما نسقط زيارة الحسين، ما نسقط حج الفقراء صلاة الجمعة، هذا مستقل وهذا مستقل وهذا مستقل. كما عليك خمسة واجبات، خمسة صلوات يوميا، عليك ثلاث أنواع حج. حج إلى الحسين سلام الله عليه مثلا على قولته، وحج إلى حج الفقراء اللي هو يوم الجمعة، وحج الظاهري والفقهي، ما يتعارض. إذا قمت بأحدهم سقط الآخرين، ماكو شيء. هذا نفس السياق سيدي، أنه الصلاة في أمير المؤمنين سلام الله عليه تعدل 12,000 أحسن ركعة. بها تسقط من العمر 12,000 ركعة، فماكو شيء. جزاك الله خير، جزاك سيدي.